بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيت الهنا. مشاهدينا، من خلال عاداتنا السودانية دائما بنلقى في بعض الأمور المصاحبة لمواسمنا أو بتكون لمناسباتنا. من المناسبات اللي احنا بنحتفل بها ويمكن بنتذكر واحنا صغار لما يكون في حفل بتاع ختان للذكور، بالتأكيد بتكون في بعض الأمور المصاحبة للحفل، بيجهزوا طبعا من فترة طويلة لهذا الاحتفال، بيجهز الطفل نفسه نفسيا، وبالتأكيد بتصاحبوا بعض الأمور اللي لها علاقة بالاحتفال وما بعد الختام. هنتكلم عن العادات السودانية في المجال ده، وإنها هل هي متواصلة بنفس الشكل الزمان وماشية لوين هذه العادات. تعالوا مع بعض نتعرف على كثير من الأمور في حلقتنا اليوم بصحبة الباحث والإعلامي مصعب الصاوي. هيشرفنا بعد شوية في استوديو بيت الهنا، خليكم معنا. بيت الهنا، بنحييكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم، وبضيفنا اللي شرفنا في صالون بيت الهنا الاستاذ الاعلامي والباحث والزميل مصعب الصاوي. اهلا ومرحبا بك استاذ مصعب. مرحبا بك استاذ ايمان، شرفتنا. انت طيبه. الله يخليك، شرفتنا كثير استاذ مصعب. عموما قبل ما نبدا الموضوع انا هقوم ابدا لك بحاجه، ما اعرف انت تصلح علي ولا لا. يعني زمان الاحتفاليه حقت الختان تحت الابناء دائما بتكون قباله، فيها فتره تحضيريه طويله، بتكون الناس عارفين، بيكونوا الجيران متاهبين. المساله دي قلت، ما اعرف اذا الكلام ده صح ولا لا. طبعا ايمان، هي ما ظاهره يعني ختان الذكور بس، كل يعني المشاهد الخاصه بطقوس دوره حياه الانسان السوداني تراجعت، وده شيء طبعا طبيعي، لانه الحياه في الماضي كان طابعها جماعي. الان المجتمع كل ما مشى في سلك التطور كذا، تبقى خيارات الانسان تتجه نحو الفرديه، وده يعني زي ما يقولوا من السنن بتاعت العمران البشري والتطور الاجتماعي. الاشياء بتبدا جماعيه، القبيله، القريه، كذا، ثم يبدا الانسان يعني في التناقص، في التناقص يعني يبقى هو بسيطة. لحد ما يصل للنموذج الامريكي، يكون انسان قاعد براه في شقه ومعه لابتوب وكمبيوتر وكذا. ما شاء الله، ما نصل للمرحله دي. يعني احنا كويسين لغايه حسب نطمئن. لكن كانت كيف زمان؟ الاسباب في الماضي كان لها اسباب. كان كيف؟ اولا ختان الذكور كان بيسبق مرحله دخول الخلوه. الخلوه اللي هو في المنطقه العربيه بيسموها الكتاب. ايوه، اللي بيدرس فيه القرآن الكريم، الطفل الصغير القرآن الكريم. فالكتاب عشان أنت تدخل لابد أن يتم لك ختان. الشيء الثاني برضو مربوطة بروح الجماعة، أنه أنت عشان تعرف أترابك وجيلك من الأطفال المجايلين لك والمقاربين لك في العمر، يعني ما بالضرورة الأعمار تتطابق يعني 100%، لكن الجيل الواحد يعني. فدي ناس عندنا في الفولكلور بنسميها جنريشن سيت، انك انت بتعمل سيتنج للاجيال مع بعض، مجموعات. ودي في الثقافه الافريقيه معروفه، يعني حتى الشباب مثلا رقصه الكمبله دي وتدشين ودخوله للمعسكرات بتاعت الكمبلة بيتم في شكل مجموعة. المجموعة دي بتميز الجيل عن الجيل الآخر. عند الدين كمثلا، الشباب في فترة معينة لما يحصل لهم تدشين من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، ويعني يحصل لهم التكسير بتاع الأسنان، اللي هو الختان عندهم، بتميز السن، سن الشباب من بعض، وحتى هم كجيل بيقدروا يتعرفوا على بعض. ما أنا لسه كنت هقول لك كده، العلامات المميزة، المسألة اللي لها علاقة بالجماعية دي، معناها هم بيحيوا فيهم روح الجماعة بعدين لما يكبروا، إنهم يكونوا متصادقين. ويكونوا كجيل واحد مع بعض لما يكبروا. في الإطار ده احنا عندنا استطلاع، تعالنا نشوف رأي الناس، أهم العادات الخاصة بختان الأولاد، نشوف رأيهم شنو. تفضل. في عادات كثيرة موجودة في مجتمعنا السوداني بتمثل ابتداء من العزومة والإعلان عن المناسبة قبل كم يوم، وتحضيرات وتجهيزات الحلة والضريرة والبدلة والله والجلابية والحريرة. الاستعداد التقليدي اللي عرفناه ما احنا صغار هي الجيرتيك والضبيحة وترتيب الأمور بتاعة الأكل والشرب.
بنشكر طبعا المجموعة اللي كانت معنا، ويمكن الاختلاف الموجود في السودان هو بيعمل نوع برضو من التغيير في شكل الطقوس وفي شكل العادات بشكل عام. يعني قبل ما نبدأ الاستطلاع أو ندخل فيه، كان عندك كلام عن إنه في بعض القبائل عندها عادات مختلفة في الختان. صحيح نعم، والمجموعات نفسها يعني مثلا في منطقة غرب السودان في الماضي كان تحديد سن الطفل المهيئ للطقس ده، هو دي بسموها طقوس التنشئة المجتمعية. الإنسان دورة حياته بتمر بأربع مراحل، الذكر يعني في الحياة السودانية، بيرس الميلاد والسيركمسيشن الختان والزواج والموت، دي بسموها طقوس العبور. لأنه الإنسان بيعبر بها من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية، أو بيعبر بها من الحياة إلى الموت، أو بيعبر بها من حياة العزوبية إلى الزواج. فدي كلها طقوس الإنسان بيعبر بها من مرحلة إلى مرحلة. فعلماء الفولكلور وعلماء الدراسات الإنثروبولوجية بيسموها طقوس العبور. أعتقد حياة الإنسان لها علاقة بثقافات قديمة، عندها علاقة بالثقافة اليونانية والفرعونية والمروية أيضا. والمروية نعم. فالشاهد إنه الجماعية دي فيها جوانب تربوية وثقافية كثيرة. يعني الطفل ذاته لما يختم مع مجموعة شوية كده ما زي الزول يعني يكون براء وكده تسيله وكده وتوديه المستشفى ويشوف الطبيب والغرفة بتاعت العملية. فدي بتشجعه لما يكون معاه حتى لو ضعف أو بكى أو كده، بشوف كده الزملان وكده بيخجل. ده جانب نفسي سايكولوجي. في جانب آخر اللي هو شكل الاحتفال والمهرجان والأغاني والطبول والزغاريد بتاعت الأمهات، شوية توتر بتمتص التوتر بتمتص حتى الآلام بتاعت الجروح. أيوة. بتاعت الختان وبتخليك إنك تواجه المجتمع ده بثبات، وبتعمل فيك روح حماسية روح كده. الشيء الثاني هو المقصود شنو من الاحتفال. المقصود إنه يدشن هذا الطفل كفارس للمستقبل. لذلك لو لاحظت يا أستاذ إيمان، الختان هو يعني مينيتشا أو تصغير لشكل العريس. بالضبط كده، يمسك السيف، يمسك السيف والصوت ويلبس الهلال، فهو عريس مصغر أو مشروع لفارس. فهذا الفارس لازم يعد إعداد الفرسان. لذلك مثلا في مناطق غرب السودان، منطقة المسيرية بالذات، الختان بيرتبط ب قدرة الطفل على ركوب الفرس. فعلا ده إعداد وكده. ده إعداد يعني بعد يعني هنا مثلا في شمال وسط السودان دخول الخلوة، لكن هناك ركوب الفرس مهم. معناته جسمك بقى قوي، معناته بقى عندك القدرة إنك تعيش حياة الفرسان على ظهور الخيل. وبيحصل مشهد بتاع سباق فروسية في منطقة غرب السودان، وعند الرزيقات بالذات في دارفور برضو، لأنهم خيالة برضو الناس. أيوة بتاعين فروسية. أيوة. وفي الماضي كان في مثلا ختان الذكور بتم في القدح. القدح ده بدل تمشي المستشفى في الستيج بتاع الأطباء اللي بيعملوا فيه الجراحة، كان في بيجيبوا القدح الكبير بتاع الخشب. أيوة دي طريقة قديمة. طريقة قديمة أكيد طبعاً جداً. أي منطقة عندها طريقتها الخاصة. صحيح. في عملية الختان نعرف ده بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا بكم مرة ثانية. بنتواصل معاكم في شكل الاحتفالية للختان، خاصة ختان الذكور بالنسبة للقبائل السودانية كعادات وتقاليد. برحب بك مرة ثانية يا أستاذ وصال. مرحب. احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت في شنو ايمان، شفت مع اعلامي لازم وقفنا في انه في شكل معين كان لعمليه الختان بتتم القدح. قبل ما ايوه القدح قبال المستشفيات. طبعا القدح ده لانه مربوط بالخير في والطعام، مربوط بالكرم مربوط. أيوة. وفي قداحه في الحياه السودانيه مشهوره جدا زي قدح وزايد. زايد ده بسموه زايد الضباينة، قبيلة الضباينة في منطقة. أيوة. القضاري في منطقة البطانة. فده كان قدح يقال إنه بيشيل 8 كيلات بتاعة عيش. يعني كلها بتخبز في هذا القدح وبكون متروك للغاشي والماشي للضيوف. أيوة بيشيل وياكل. إذا كان مثلا العرب بتفاخر بحاتم الطائي كرمز للكرم، فإحنا في الحياة السودانية بنفخر
بقدح وزايد، لانه قدح فعلا بتاع الضيوف. ايوه. وفي القدح بتاع ام ضبان بتاع ود بدر برضه معروف، يعني رجل شيخ صوفي وعنده مسجد ضخم جدا في شرق النيل. فهذا القدح بيكفى يعني على ظهره على 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 وشه، على وشه وبيبقى هو اشبه بالتله الصغيره او الاستيج المسرح الصغير. وبيجي الحلاق بسموه العرب حلاق القريه او الطبيب الشعبي دي، بيجري عمليه الختان للطفل ده على ظهر القدح. وفي بعض القبائل بتختن الطفل على ظهر السرج، سرج الحصان او الجمل. برضها عندها دلالات انه هذا الطفل سيكون فارس اذا كان على ظهر بعير او على ظهر جواد. لكن مسألة القدح دي هي كانت سائدة في السودان القديم، لأن فيها مظاهر بتاع التفاؤل، مظاهر البركة الخير وكذا. الطفل بتصمم له أزياء خاصة تختلف أستاذ مصعب من مكان للتاني، يعني بتختلف من مكان للآخر. لكن مثلا عموما في شمال ووسط السودان القميص اللي بسموه العراقي والسروال القصير، بعدين هي لأنه جائزة معنوية على شجاعته وثباته، فزي العيد أو الاحتفال بتفصل له أكثر من لبسة. من لبسة أيوة. لأسباب، أول شيء أسباب صحية عشان هو بيحتاج مع جروح الختان وكذا يغير ملابسه من حين إلى آخر، ومن ناحية ثانية هي جائزة معنوية. الجانب الثاني تكلمنا قبل عن ارتباط ختان الذكور بالتنشئة الاجتماعية بالزبط. والاقتصادية والثقافية. عند القبائل السودانية الرعوية بيهدى للطفل تقدر تقول بخطوة أول رصيد في بنكه، أول رصيد في حسابه. بدو شنو؟ بدو عجلة صغيرة، بدو نعجة، خروفين، بدو ناقة، يعني أخوال وأعوام، الخيلان والأعمام وكذا. يعني الخال بيبدأ يتبرع عليك بحاجات عينية زي دي عشان أنت تبقى خلاص عندك قطيع صغير أنت مسؤول منه مسؤولية مباشرة، ده حقك تنميه. أيوة. بجهدك وبرعايتك ليه وكذا بمرور الأيام، ودي فيها نوع من المسؤولية بيدوها للطفل في عمر زي ده، مسؤولية وبداية تأسيس شكل الحياة المستقل في المستقبل. بالزبط. فدي برضك طبعا بيساعدوك فيها، لكن يعني دي اسمها حقتك. وفي بعض الناس بيدوها مثلا اسماء، يقول لي يا محمد يا ولدي او يا بكون عمه انا اديتك الحودي، الحودي بتكون عجله صغيره. فبعدك يزيدها. في القبائل الزراعيه بيهدى للطفل ملوده، الملوده دي اله زراعيه. يعني معناتها انت حتبقى مزارع، حتشتغل في الارض. فدي دلالات رمزية بتتأسس في يعني اللاوعي الطفل طبعا. السن دي هي يعني علماء النفس بيقولوا دي الفترة اللي بتتشكل فيها الشخصية الأساسية بتاعت الطفل، بتتكون فيها خبراته. صحيح. أستاذ مصعب طبعا الكلام ده كان زمان شوية، وفي عادات زي دي موجودة حتى الآن في بعض القبائل، ممكن تكون نوعا ما إذا حتى ما بقت كلها ممكن جزء منها يتشال، لكن في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده المسألة اختلفت خالص. اختلفت طبعا. فضلنا سألنا الناس سألنا الناس برأيك هل بتفضل إنك تعمل ختان لابنك في البيت ولا في المستشفى؟ تعال نشوف الإجابات. أغلب الناس بيعملوا في البيت، لكن الأفضل والأرجح يعني أنه يتم في عيادة، باعتبار أنه العيادة بيكون فيها زول طبيب مختص وكذا. العيادة مهمة أحسن من البيت. البيت ما معروف يكون ملوث، ما زي العيادة تكون معقمة ونظيفة. بدري كانت في البيوت عن طريق ناس متخصصين، لكن دلوقتي أفضل في العيادات طبعا عشان نتفادى أي مشاكل موجودة فيما بعد من التهابات، من اي ديفكس ممكن تحصل. افضل في العياده، احسن، افضل العيادات دلوقتي. مجموعه من الناس اللي ممكن تكون لها راي وراي مختلف طبعا. هورطه طيب. عملت ختان لابنك في البيت ولا في المستشفى؟ طبعا في المستشفى وفي البيت عملت، وانا جمعت ما بين من المستشفى والبيت. تمام. يعني مشينا عملنا الختان في مستشفى مدرمان، المستشفى الصيني. دي ما دعايه للمستشفى طبعا، لكن المهم ان انت مشيت المستشفى مستشفى حكومي. و
كملنا بقيه الطقوس في البيت. والحقيقه انا حرصت انه يعني اسي انا لو كان عارف كان جبت الصوره بتاعت ولدي فجبت له سيف. وطبعا الحاجات دي عشان ازول القاه ذاته في سوق ام درمان بقت صعبه جدا. صحيح. وصوت وعمل لبسناه الازياء التقليديه السودانيه وكان مبسوط جدا. بعدين السيف كله طبعا لقاه حلو يعني الناس بدوه هدايا وكده وبتاع. كل مره بقول لك يا بابا تاني حتعملوا لي وتاني مره واحده هو بيتعامل مره اتعود ما عيد ميلاد هو يعني. طيب استاذ مصعب يعني اتكلمنا بشكل عام عن شكل الختان ممكن يكون كيف كاحتفاليه وانها لها دلالات كرم ودلالات جود ودلالات فروسيه. الوضع الحالي انت بتشوفه كيف بالنسبه للاحتفالات بشكل عام؟ هل في نوع من التطور او التحديث حصل في مساله الاحتفاليه؟ والله حصل تحديث لكن انا ميال لانه الاشياء الاساسيه اللي بتمثل الهويه والشخصيه السودانيه تظل الناس يعني بقدر الامكان يحافظوا عليها يعني باسلوبه ده لانه ده يعني دي ثقافه وده نمط بتاع حياه يفترض الناس تحافظ عليه يعني ما بالضروره تطبقه زي ما هو في الماضي تمشي تجيب لها قدح وكذا لكن على الاقل اللبس والاحتفاليات وكذا. في جانب استاذ ايمان لو سمحت لي بس ارجع له في مساله الماضي اللي هو الرقيه او التميمه او التعاويذ اللي بتوضع وبتلبس للطفل المختون. صحيح. دائما عندنا في المعتقد الشعبي انه الجروح هي مناسبه او منفذ لدخول الارواح الشريره لجسم الانسان وبالتالي تعبس به وتاذيه وكذا. فالتعاويذ دي دائما يعني في حالات مثلا الميلاد المراه النفساء تقام لها تعاويذ معينة عشان الجروح بتاعت النفاس وكذا والآلام بتاعت الولادة وكذا بتحفظها. كذلك الطفل المختون بتتعمل له رقية. الرقية دي بتدخل فيها معتقدات كثيرة جدا جزء منها سحرية مروية قديمة مثلا زي السمكة العين بتاعت السمكة. السمكة أيوة. وفي جزء منها معتقدات إسلامية يعني. بتحفظ من العين الشريرة. أيوة. نعم. والسبحة بتاعت اليسر اللي هي دي مسبحة بألوان معينة. الأحجار بتاعت اليسر دي بيقال إنها عندها خصائص سحرية بتصد العين الشريرة عن الجسد. بالذات الجسد بيلبس العريس. وهو اصلا الطفل المختون ده شنو هو ما نموذج زي ما قلت لك مصغر للعريس بالزبط. يعني بيتم تصغير يعني شكل العريس او الفارس السوداني في الطفل الصغير ده لانه هو في الحقيقه مشروع عريس بالزبط. يعني بعد سنوات وكذا. فالتميمه دي بتكون فيها ايات قرانيه وده اثر برضو عربي اسلامي تكون مكتوبه وبتحفظ في شكل حجاب بيسموه حجاب. وكلمة حجاب ذاتها معناتها هي بتحجب العين أو الأرواح الشريرة دي من أزل الطفل المعين. وزي ما قلت لك في المعتقد الشعبي أنه الإنسان اللي تعرض لجروح وكذا إذا كانت بفعل بأسباب طبيعية أو أسباب غير طبيعية دي بتكون منفذ فبيحفظ الطفل بالتبائم دي وبالرقى. وفي سريره أيضا بيوضع سيف لأنه برضو السيف ده برضو عنده دلالة حرزية يعني من الحرز. وبيوضع المصحف الشريف برضو يعني جنبه في يم رأسه عشان يعني كنوع من البركة ونوع من التقديس. أيوة. الحناء كيف؟ الحناء دي طبعا بتسبق الختان بيوم وبعد الختان ذاته بتبدا تتعامل ثاني يتطبق الحناء. والحناء دي برضه هي شكل من اشكال الاحتفال بالعرس وبرضه عندها دلاله علاجيه لانه كما تعلمي وانت سيده العارفين النساء يعني في المجال ده الحناء عندها دلالات ان بتمتص الحراره صح من الجسم بالضبط. فالحراره دي وارده في حاله الختان لانه صح. ممكن مرات تحصل حمى زي ما في حاجه اسمها حمى النفاس في حاجه اسمها حمى الختان لانه الجروح احيانا تلتهب وتسبب الام. فالحنه دي عندها خصائص علاجيه. شيء ثاني بتميز التمييز اللي قلنا قبل في الجماعيه بتاعت يعني الجيل ده من الاطفال او هذا طفل يعني زول لما يجي البيت بيعرف انه ده طفل
مختون. في دي فرح برضه او تفاؤل بالمناسبه. صحيح. جميل. انا حابه بالكلام الجميل اللي قلناه من بدايه ونستنا في بيت الهنا، انه ندي نصيحه كده للناس، بالذات الناس اللي طلعوا شويه من العادات دي وخلوها. والله انا افتكر دي عادات جميله، ودي عادات بسموها ايقونات اجتماعيه. ايوه. زي ما الانسان بيضع في البيت جداريه او لوحه، فلما يمارس او يطبق سلوك اجتماعي زي ده كانما بيضع ايقونه ولوحة تراثية في وجدان طفله. اللوحة دي بتظل ذكرى وبتظل علامة يعني مميزة في حياته، ممكن يتذكرها بعد سنوات وأعوام. أكيد طبعا أكيد. نعم. والواحد بيحن دائما لصوره القديمة، صوره لما تكون في الحاجة دي بالذات لما يعجز زينا كده. لا يديك العافية أستاذ مصعب. الله يبارك. شكرا جزيلا لك، وشكرا لحضورك وعلى المعلومات اللي أخذناها منك. الله يسلمك. يديك العافية. إن شاء الله ربنا يديم الأفراح عليكم ويديم الأفراح لكل المشاهدين. فاصل وهنتواصل، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وبنتواصل معاكم. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأعشاب اللي ممكن تكون مستخدمة في عادة الختان بالنسبة للذكور. عندنا أعشاب من نوع تاني بتفيد الصحة مع يوسف الفكي. تعالوا نشوف مجهز لنا يا نصيحة، تفضل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم ومرحب. كلامنا الليلة عن الموليتا. والموليتا يا أخواننا خضرة جميلة بيعرفوها كل ناس السودان في الشرق والغرب، حتى الشوام بيقولوا لها الهندبة. ده شكلها، فهي أصلا بتطفي اللهيب والعطش. وأهل الحميات يعني زي إنسان عنده حمى. دي هدية المشاهدة الليلة يا إخواننا، دايما إذا إنسان عنده حمى يقوم يجيبها يدقها ناعمة يعمل لها زبيب ويأكلها ويغطوه مدة ربع ساعة، إن شاء الله حيعرق ويفتح ويدعي لنا بالخير. عادة نحن في السودان قاعدين ناكلها شكل سلطة، نقطعها أو ندقها، نديها فول أو سمسم أو بصل مع السلطة كلها شكل سلطة. دي أصح حاجة طبعاً يا إخواننا. هي معروفة من القدم، الناس بيستخدموها لمشاكل الكبد والطحال. اي حمى اذا انسان ياكلها لا تطفي. الناس عندهم مشاكل في الكبد، عندهم مشكله في عدم التبول، يستخدم المدرات، يستخدم غيرها، ياكل الهندبه الصباح بدري او يعملها في سلطه الصباح، فتصلح الكبد جدا والطحال. والناس اللي بيكون عندهم جفاف تلقى شفه ناشفه ومشققه، يعني يفضل انه ياكلها الصباح وتفيده كثير جدا. احيانا الناس يكون مثلا واحد متهم انه مسمم، يقوم يدقها ويغسل صندل، يديها بمويه الصندل، يشرب عليها المويه ويغطوه، يعرق ويلقى نفسه ارتاح. احيانا يستخدمها مع الورق. الورق لما يدقوه مع ديه وتلخبطوه لبخه على اي نوع من الورم يشيله. البواسير، الأورام الجاثية اللي هي الورم الجاثي يعني القوي ناشف، يعملوها لبخة لها مفيد جدا. وكذلك إخواننا بيستخدموها للمساكن مشاكل الحصاوي. إذا إنسان يأكل الهندبة الصباحية ما بيكون عنده حصاوي للكلى، وأسوأ نوع من الحصاوي ممكن يستخدمه ويلقى نفسه مرتاح. البزر يقوم نفس المقام ده، دي يأكلها إنسان غضة طرية يقوم نفس المقام. ثانيا الورق ده نفسه اذا انسان يدقه ويلبخه للوجه او لاي حته فيها جفاف بتطريها وتخليها يعني ناعمه. برضه بذورها لما انسان ينقعها في المويه يعملها بالنشا او بالقمح او بالكستر، قناع راقي جدا للبشره والى لقاء اخر. اهلا ومرحبا بكم. نشكرك بالتأكيد على النصيحة الغالية اللي قدمتها، ونتمنى إن شاء الله مشاهدينا إنه الأفراح تعم بيوتكم دائما. عادات سودانية قديمة عرفناها من خلال حلقتنا، وبالتأكيد إذا تواصلت هيتواصل شكل العادة والتقليد السوداني على مر العصور. هنا أتشرق دو تي في، إيميلنا للتواصل. نشوفكم بإذن الله بكرة على ألف خير، ودعناكم الله. We'll be right back.
بيت الهنا.